السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم على محمد اليوم ان شاء الله الدرس بيساعدكم بالقراءه ان شاء الله كثير فيبي له تركيز اولا عندنا الحروف العربيه يعني الف وباء وتاء اوكي مثلا احنا عندنا الحين حرف جيم بقول انا جيم اسمه ايش جيم بس الصوت ج يعني انا اقدر اقول جا جي جو ومع هذه مع الحركات شوفوا من حرف الجيم كم صوت بيطلع جا جي جو وعندنا مع المدود جا وجي وجو صح شفتوا حرف الجيم كيف تغير على حسب الحركات والمدود يتغير الصوت اللي يطلع حرف الجا يعني الحروف بالإنجليزي لها اسم ولها صوت زي A و B لها صوت و C بس لها أصوات هل في بالإنجليزي حروف تساعدنا على النطق زي الحركات زي مدة فتحة كسرة نعم في اللي هي حروف الفاول لاترز فاول لاترز اللي الحروف بعضهم يسمونها الحروف المتحركة وبعضهم يسمونها حروف العلة عرفتوها اللي هي A إي أي أو يو خمس حروف هذه هذه الفتحة والكسرة والمدة هذه هذا اللي تغير عندنا نطقة الكلمة أول شيء اللي ما يعرفون يفرقون بين الأي و الأي كابيتال letter اللي هو هذا أي طيب نتخيل small يطالع أمه أوكي هذا هو أ كابيتال أي تذكروا شكل الـ capital لاتر اي والسمول كذا كان الكابيتال يقول له هناك لف من هنا فهو هنا بعضكم يخربطون هل هي هذه اي او اي e. تمام حاولكم تعرفون الفرق بينهم هذا ا وهذا إيه e. بنتعرف على اول حرف اللي هو اي كيف صوته في الكلمه مثلا انا بكتب را ار را بكتب A إذا جاء في وسط الكلمة بعدين مثلا M بقول رام رام عندنا الـ A مدة مد تمام ها سام فيها مدة تار تار فات اوكي okay. شوفوا لاحظ كلها مدة رام سام تام فات الإي تكون بمقابل الفتحة تذكروا الإي فتحة الإي ها فتحة صوته يفتح فتحة فوق زي مثل هنا عندنا رام شوفوا هناك ببطء لأنها مدة ببطء أنا قريته رام هنا بقول لو إي رم سام سم شوف س س س مو بسام لا سم تار لو أنا غيرت الإي وضعت بدالها إي بقول تر فات فت ف فت مو لا هنا مدة وهنا تجي فتحة يعني ر س س ف وسريعة نقول رام لا هذا ما راح تفرقونها بين الاي لا تجيك اسرع هنا رام من رم سام من سم تار تر فات فت مثلا انا بكتب لكم كلمه هذا هل هي راف ولا رف راف لانها بطيئه او فيها مد راف طيب بقول بت 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 هل هي هذه او هذه سريعه وها مفتوحه ما قلت بات لا بت بت, بت, بت تذكروا الاي فتحه سريعه هذه بات لان فيها مده الاي هذه لا بت بت